الاثنين اللي جاي نبدأ بقى الأوكازيون الشتوي واللي بتنظمه وزارة التموين وبيشارك فيه تقريباً حوالي 300 محل أو 300 منشأة لو صح التعبير. كلمة الأوكازيون دي من الكلمات اللي أنا أحبها جداً. يعني أنا ما بحبش كلمة سيل. والله بكلمك بجد، في كلمات كده ما كانتش موجودة على جيلنا واحنا صغيرين سبعينات وثمانينات، احنا بنعرف الاوكازيون. سيل دي بقى بدات تظهر في اواخر التسعينات، معرفش ليه يعني، مع ان الاوكازيون احلى وتبدو اشيك. تقرير عن الاوكازيون وفاصل ونكمل الكلام. الاوكازيون الشتوي السنه دي يا فندم ممتاز، ان الخصومات من 10% ل 50%، وفي كمان السنه دي العروض بقى حركه اللي هي فيها 200 بقى و300 والاطفال نص الثمن، فدي السنه دي في ميزه ان الاقبال بقى زاد عليها بخصوص العروض، عملت اقبال شويه زي حتى المبيعات زادت يا فندم عن الاول، يعني قبل الاوكازيون بالمقارنه المبيعات زادت بعد اول يوم في الاوكازيون يا فندم، اثرت فعلا في المبيعات يعني. بستفيد حضرتك ان انا اضمن ان المبيعات عندي تزيد، وفي نهايه الموسم ما يبقاش عندي مخزون اوراق كده يا فندم، فده بيعود بالافاده علينا كتجار يا فندم. الفتره ديت بيبقى المحل طبعا فيه عروض متعدده، تشكيلات مختلفه من الحاجات من المعروضات يعني، فبنقدر ننقي اكبر قدر ممكن. المحل بيبقى عامل حسابه فبيبقى جايب معروضات كتير اكتر من اي وقت في السنه. لما بيقولوا اوكازيون بننزل، انا من محافظه البحر الاحمر، لما بيقولوا اوكازيون بننزل القاهره على اساس ان انا الاقي يعني اوكازيون، بلاقي فيه محلات في محلات عامله مثلا اوكازيونات مناسبة أسعار مناسبة، وفي تانية لا أسعارها مش مناسبة خالص. نازلة عشان أعمل شوبينج تشوف الدنيا فيها إيه. لا الأسعار كويسة بالنسبة لبداية الموسم، الأسعار مبتدية من حاجة بسيطة يعني، فكل اللي عايز حاجة هيلاقيها إن شاء الله. بشتري لبس وأسعار كويسة يعني، في حاجات وحاجات على حسب بقى، في حاجات أسعارها حلوة وفي حاجات أسعارها مش عالية شوية.